وللحديث أكثر عن الذكرى العشرين لاحتلال بغداد والرسالة المفتوحة التي بعثتها هيئة علماء المسلمين في العراق للشعب العراقي بهذه المناسبة، ينضم إلينا عبر الهاتف الناطق الرسمي باسم هيئة علماء المسلمين الدكتور عبد الحميد العاني، على أن ينضم إلينا أيضا عبر سكايب من لندن رئيس جمعية المحامين العرب في لندن. صباح المختار، أبتدأ معك أستاذ أو دكتور عبد الحميد. يعني بعثتم في هيئة علماء المسلمين برسالة مفتوحة إلى الشعب العراقي في الذكرى العشرين لاحتلال العراق، يعني الواضح بعد 20 عاما لا يزال موقف الهيئة من الاحتلال ومخرجاته ثابتا، لكن ألا ترى أن موقف الشعب العراقي تغير وأن من غرر بهم تيقنوا اليوم أن الأمر كان كله أو كان كله كذبة؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، أحييك وجميع المشاهدين الكرام وأبارك لهم هذه الليالي المباركات من هذا الشهر الفضيل. وثبات الهيئة مستمد من أنه تتبين صحة نظرتها وقراءتها للواقع. وأما ما ذكرتم من تغير قناعات العراقيين فبالفعل هي قناعات متزايدة نحو الاقتناع بما شخصته الهيئة من البداية، وهذا مؤشر إيجابي من جانب أن نظرة الهيئة وتشخيصها يزداد يوما بعد يوم بيان صوابية هذا التشخيص وهذه القراءة. ومن جانب آخر فإن هذا الازدياد في قناعة الشعب العراقي يتبلور إن شاء الله يوما بعد آخر موقف موحد من هذا الشعب، نتطلع إلى أن يتجسد إلى مواقف عملية لينتقل هذا الوعي إلى ترجمة على أرض الواقع نحو تغيير هذا الواقع المأساوي لاستعادة العراقي من هؤلاء الذين سلبوه حقه وحاولوا واستطاعوا أن يحرقوا مساره خلال 20 عاما المنصرمة بكل أسف. نعم، أسأل أيضا الأستاذ صباح المختار الذي انضم إلينا عبر الهاتف من لندن، يعني بعد 20 عاما على الاحتلال الأمريكي، برأيك هل حقق الاحتلال ما بشر به وجاء لأجله أيضا؟ الحقيقة السؤال مالك جيد لأنه يتحدث عن شيئين. الشيء الأول هو الذي بشر به الاحتلال، والثاني هو ما جاء من أجله. ما جاء من أجله هو تدمير العراق كدولة ذات أهمية في المنطقة، هذا الجانب الأول. الجانب الثاني إزالة القوة العراقية لحماية إسرائيل. الجانب الثالث هو الاستفراد بدول الخليج. والجانب الرابع هو منع النفط عن اليابان والصين وبقية آسيا. في هذا المجال، أي ما جاء من أجله، مع الأسف لقد نجح. أما ما بشر به فكان مجرد ادعاءات تتناقض اصلا مع الواقع، لان الاحتلال جاء لنشر الديمقراطيه ولسياده القانون وجعل الرخاء في العراق نموذج للعرب، في حين ان الديمقراطيه هي ليست سلعه تشترى ولا يجلبها الاجنبي، وانما تنمو وطنيا. والشيء الثاني ان نساووا بين الانتخابات والديمقراطيه. الانتخابات لا تعني الديمقراطية، هي إحدى وسائل الديمقراطية. أما فيما يتعلق بسيادة القانون فإنها لا تتحقق بعزل أكثر من نصف القضاة. حينما جاء الاحتلال سرح أكثر من نصف القضاة في العراق، وبالإضافة إلى ذلك حل كافة قوات إنفاذ القانون، يعني الجيش والشرطة. الرخاء لا يتأتى عن تسليط اللصوص والفاسدين، ولا يأتي الرخاء عن تسليم العراق إلى إيران. ففي هذا المجال الاحتلال فشل فشلا ذريعا، لأن كل الادعاءات التي جاء بها هي أصلا باطلة، لكنه مع الأسف استطاع إجراء التدمير واستطاع إزالة القوة العراقية لحماية إسرائيل، واستطاع الاستفراد بدول الخليج. دول الخليج الآن فيها قواعد أمريكية
وتدفع أموالا للأمريكان لكي يبقوا القواعد. قبل ذلك كان الأمريكان مستعدين أن يدفعوا الأموال لكي يفتحوا قواعد. الآن القواعد موجودة في الدول العربية، في قطر والبحرين والسعودية وغيرها من الدول. ففي هذا المجال مع الأسف نجح الاحتلال في تدمير العراق. لكن إذا قارنا هذا الوضع مع مثلا اليابان وألمانيا بعد الحرب، في العراق لم يتم تدمير فقط الدولة والهياكل والبنية والبنى التحتية والزرع والضرع، وإنما تم تدمير وحدة الشعب العراقي بمحاولة محو هويته العربية ومحو الديانة الإسلامية أو الدين الإسلامي بفرض الديانة الفارسية. فأصبح العراقي سني وشيعي وكردي، اثنين منهم طبعا هي اعتبارات طائفية، والثالث الكردي هو اعتبار عنصري. وهذا يشبه ما يجري في فلسطين حينما يتحدثون عن فلسطينيين وعن يهود، لأنه يراد محو هوية الفلسطينيين. الفلسطينيين كان هناك مسيحيين ومسلمين ويهود من غير القادمين من الدول الأخرى. هذه هي المسألة التي يحاول الاحتلال الأمريكي جعلها، والآن دخل على الخط الاحتلال الإيراني. نعم دكتور عبد الحميد العاني، أمريكا يعني التي تقدم نفسها بصفتها راعية الديمقراطية في العالم، برأيك هل قدمت للعراق ما روجت له إدارتها قبيل احتلاله من حرية وديمقراطية وحياة أفضل للمواطن العراقي في ظل تسليم السلطة بالتعيين ورؤيتها التزوير من مع كل انتخابات والتزامها الصمت، أم أنك تتفق مع ما ذهب إليه الأستاذ صباح المختار من أن الهدف من وراء احتلال العراق القضاء عليه والقضاء على كل ما يمت بتاريخه وثقافته؟ نعم أتفق كلية، بل هذا بات من الأمور المتفق عليها اليوم وواضحة جدا، لا يماري فيها اثنان إلا من يعاند نفسه ويعاند عقله. فما جاءت به أمريكا من شعارات قد أثبتت وطبقت في العراق النقيض من كل ما رفعته من شعارات، فلا حرية في العراق ولا كرامة ولا رفاهية للشعب العراقي. العراق اليوم يسير من سيء إلى أسوأ، كل شيء سيء هو في ازدياد وكل شيء جيد هو في تناقص. مكانة العراق عالميا، خدماته، تعليمه، مكانة المواطن، كلها هذه في انتقاص، كرامة الإنسان في انتقاص، كل شيء ضد ذلك هو في ازدياد. الانتهاكات في تزايد، الفساد في تزايد، الانفلات الأمني في تزايد، الإكراه في كل شيء، الاضطهاد السياسي، الإقصاء السياسي، كل ذلك كله نقيض ما رفعته أمريكا من شعارات. والمتابع للعملية السياسية الحالية يجد أن أمريكا منذ أول يوم قد وضعت قدم في هذا البلد بعد احتلاله وأراد أن تطبق بين قوسين ديمقراطيتها وتجربتها الديمقراطية، يجدها أنها قد طبقتها على نقيض شعاراتها، على نقيض فلسفتها فيما يسمى بالديمقراطية. فهي قامت بتأسيس هذه العملية السياسية على مجلس الحكم، ومجلس الحكم تم تعيينه وانتخابه من قبل الإدارة الأمريكية. لم يتم اختيار أعضاء مجلس الحكم الذين يمثلون الشعب العراقي، لم يتم اختيارهم بناء على اختيار الشعب العراقي لهم، وإنما بناء على علاقات المخابرات الأمريكية السابقة لاحتلال العراق مع بعض الأحزاب، ليس بعض، مع الأحزاب، يعني 25 عضو هم كانوا يمثلون أحزاب تعاونت كلية ووافقت كلية، وافق طبعا هذا تم التصريح بهم حتى منهم من قبل هؤلاء الأعضاء، وافقوا على هذا الاحتلال وعلى ما يجري بعده. وهذا الانتخاب، هذا الاختيار هو نقيض أساسي اللي هي قضية الديمقراطية بين قوسين. لذلك ما حدث في العراق نقيض ما رفع من شعارات، ولا يوجد أحد من الشعب العراقي يناقض ذلك إلا كما قلت في بداية حديثي، إلا من يعاند نفسه ويتبع هواه، لأنه منتفع ماديا
من هذا الاحتلال المرتد إلى هذه اللحظة. نعم، ولكن دكتور عبد الحميد، يعني بماذا تفسر اعتماد الاحتلال للطائفية في إنشاء الحكومات؟ يعني بكل الفلسفة الاحتلال منذ زمن قديما قالوها ورفعوها شعرا، قالوا فرق فرق تسد. فهذه الطائفية هي خير وسيلة تعتمد عليها إدارات الاحتلال وأدوات الاحتلال، لأن يعني أدوات الاحتلال حينما تعتمد على الطائفية فإنها تحشد من يتأثر بها ويكون مساندا لها في ثباتها على مناصبها، وما تعطيهم لهم من بعض المصالح الآنية. هذا التحشيد الطائفي وهذا التقسيم الطائفي يجعل الشعب العراقي منشغلا في من يتأثر بمثل هذا الخطاب ويسير وفق هذه المسيرة، فإنه يكون منشغلا بالخلافات الداخلية، منشغلا عن الهدف الأساسي والموحد، ألا وهو تحرير البلد واستقلاله وطرد المحتل الأجنبي. لذلك رأينا طيلة السنوات الماضية هذا كانت الطائفية والخطاب الطائفي خير وسيلة لتفرقة الشعب العراقي وإشغاله فيما بينه لكن نحن نرى منذ مدة طويلة قد انحسر هذا الخطاب وبات محصورا بالمنتفعين ماديا من قبل هذه الأحزاب التي لا تزال بوقا للخطاب الطائفي. ورأينا أن حتى هذه الأحزاب فإنها رغم احتمالها للمنهج الطائفي وخطاب الطائفي، إلا أننا نراها تغازل يعني تحاول أحيانا أن تدعي وترفع شعار الوطنية لكنها حقيقة تناقض نفسها. لذلك أعود إلى بداية سؤالك، هو وسيلة يساعد الاحتلال في بقائه وتمرير مشاعره. نعم أستاذ صباح، بعد كل هذه السنوات وما جلبته من فشل مركب حقيقة ممن سلمتهم أمريكا مقاليد الأمور في العراق، إلى أي حد يمكن رصد تحول جذري لربما في الوعي الجمعي للشعب العراقي بمنتجات هذا الاحتلال وسياسيه؟ أنا شخصيا أجريت مقارنة بطبيعة الحال غير علمية بين أفغانستان والصومال والعراق، ووجدت أنه من حيث الشكل يبدو كأن العراق متقدما، لأن هناك دستور وهناك انتخابات وهناك برلمان، ولكن من حيث التطبيق فإني أزعم أن الوضع في أفغانستان والصومال هو أفضل من الوضع العراقي، إذ في كلتا هاتين الدولتين يعني أفغانستان والصومال لا يجري دفع مبالغ خيالية لأشخاص يسمون نواب ينتخبهم نظريا الشعب، ولكن هؤلاء النواب همهم الأول هو أما مصلحتهم الشخصية أو مصلحة الفئة التي ينتمون إليها أو الحزب أو الطائفة التي ينتمون إليها. في أفغانستان والصومال لا توجد سرقات مثل ما يجري في العراق. بالإضافة إلى ذلك فإن في أفغانستان والصومال كونهم ما عندهم دستور فإنهم يلتزمون بالقواعد القبلية والقواعد العرفية، لكن في العراق لدينا دستور ويجري التلاعب به يوميا من قبل الحكومة ومن قبل النواب وحتى من قبل القضاء. في أفغانستان والصومال يوجد هناك نوع من التقاضي القبلي إن لم يكن رسمي. في العراق الآن الطبيب الذي يجري عملية جراحية ويتوفى المريض بدون تقصير منه فإنه يلزم بدفع دية عشائرية لعائلة المريض الذي توفي. هذه ليست دولة، هذه عبارة عن فوضى تأخذ شكل الدولة، ولكن الحقيقة هي أنه حتى حينما يتحدثون عن الانتخابات الأخيرة بال21 لم يشارك فيها حتى ولا 20% من الشعب العراقي، وبالتالي 80% من الشعب العراقي لم يشارك. والأسوأ من ذلك أن من فازوا بالانتخابات من النواب من جماعة مقتدى الصدر اللي انتخبهم نظريا الشعب أوعز إليهم مقتدى الصدر بالاستقالة
طيب عفوا، عندهم موظفين لديه. نعم. وهذا لم يجري في أي مكان في العالم. أستاذ صباح، يعني عدم المشاركة والإمساك عن المشاركة في الانتخابات، هذا إذا دل على شيء فإنما يدل على ماذا؟ هل هناك زيادة وعي لدى المجتمع العراقي أم ماذا؟ شوف، في هذه الصورة السيئة اللي موجودة في العراق، أنا أعتقد أن الوعي الجمعي في العراق بدأ يستعيد قوته. أولاً، الجيل الجديد من العراقيين الذين لا يعرفون الكثير عن ما سبق الاحتلال ثاروا على الوضع الحالي، رفضوا الفساد، رفضوا الحكومات الموجودة حاليا. هؤلاء الأشخاص قاموا بحرق القنصلية الإيرانية في كربلاء، وهذه سابقة لم تحصل في تاريخ العراق، لا العهد الملكي ولا الجمهوري الأول ولا الثاني ولا الثالث. هؤلاء الشباب الآن، وهذا هو الفكر الجمعي، أن الجيل الجديد يريد وطن، يريد وطن ينتمي إليه، لا يريد أن يعرف بأنه شيعي أو سني أو كردي. هذا الوضع لابد أن يستمر. مع شديد الأسف الآن الثمن لا يزال يدفع باهظا، ولكن مثل ما يكون بالعربي، ما ضاع حق وراءه مطالب. الشعب العراقي يطالب بهذه، وستجبر هذه الثلة من اللصوص والفاسدين والعملاء أن يستجيبوا بشكل أو آخر، وإن لم يستجيبوا بإرادتهم فسيجبروا على ذلك من قبل الناس حينما تحين الفرصة. نعم. الدكتور عبد الحميد، مع ذكرى احتلال العراق، قال السوداني إن العملية السياسية لبت بالفعل تطلعات الشعب العراقي وآماله في العيش بحرية، وبأن الظلم لن يطول أيضا أو لن يدوم. يعني ما مصدر كل هذه الثقة الذي يتحدث بها السوداني؟ يعني هؤلاء تربوا على قضية أنه مبدأ الغربي وساروا عليه، وهو اكذب حتى يصدقك الناس. وللأسف يعني كما يقال أيضا في المثل الشعبي، أنه كذبوا الكذبة ثم صدقوها. هذا مجرد للاستهلاك الإعلامي، والغريب أن بعض وسائل الإعلام تضدي لمثل هؤلاء وتحاول أن تروج لهم لأهداف للأسف خارجية. الشعب العراقي هو أدرى بواقعه، والمنظمات المستقلة التي ليس لها أي خلفية سياسية ولا أي ارتباط بأي جهة من الجهات، هي تعلم ذلك وتشخص وفق تقارير ثابتة وموثقة. والأمر كما قلت في بداية حديثي لا يحتاج إلى نقاش. واقع الشعب العراقي اليوم في كل المجالات وفي كل المحافل هو من سيء إلى أسوأ، عن أي تطلع يريد الشعب العراقي، عن أي حرية، عن أي واقع نتكلم عنه في أي ملف من الملفات، ملفات الصحة التي اليوم الإنسان العراقي لا يجد ربما علبة دواء. نحن رأينا ونرى ونشاهد كيف أن واقع المستشفيات اليوم باتت جزء، يعني الصحة كما التعليم كما الأمن هي محافظات لهذا الحزب أو ذاك الحزب. حينما يستلم هذه الجهة أو هذا الكيان أو هذا الحزب هذه الوزارة كنصيب له من محافظته ضمن هذه العملية السياسية، فإنه يقوم على مبدأ كيف ينتفع من وراء هذه الوزارة فيما يجنيه من أموال وصفقات، والخاسر هو الشعب العراقي الذي لم يجني من هذه الحكومة طيلة 20 عاما أي نفع في هذا الواقع. كما قلت، لا صحة ولا تعليم ولا أمان ولا خدمات اجتماعية ولا أي رفاهية كما يتحدثون عنها، بل العراق يسير من سيء إلى أسوأ، سواء كان على الصعيد الداخلي أو حتى على الصعيد الخارجي. ومكانة الجواز العراقي اليوم خيالية، مكانة التعليم الشهادة العراقية في سلم التقويم العالمي خيالية، بل كل الملفات يتسيد العراق زي القوائم العالمية. نعم. إذن الناطق الرسمي باسم هيئة علماء المسلمين في العراق الدكتور عبد الحميد العاني، كنت ضيفا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك. كما أشكر ضيفي من لندن عبر الهاتف رئيس جمعية المحامين العرب في لندن صباح المختار، شكرا جزيلا لكما ضيفي الكريمين.